يقول: ما حكم من ضرب شخص في الحرم؟ هذا إذا كان بالعدوان، الله جل وعلا يقول: ولا تعتدوا، لا يجوز العدوان على الناس في الحرم ولا في غيره، ولكن العدوان على الناس في الحرم أشد. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نوى الإنسان الظلم ولو لم ينفذ فإنه يأثم ويعذب العذاب الأليم بمجرد النية، فكيف إذا نفذ وضرب وقتل في الحرام؟ الأمر أشد.